الفنان المصري محمود حجازي ينشر صور حفل زفافه والجمهور يتفاعل معه. إليكم التفاصيل. منذ أيام قليلة من إعلان عقد قرانه، احتفل يوم الاثنين الفنان المصري محمود حجازي بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشر وشارك الفنان حجازي صورا من حفل الزفاف عبر خاصيات أسطوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، حيث ظهر فيها أثناء خضوعه وهو وزوجته لجلسة تصوير رومانسية بفستان زفاف وبدلة فرح. وظهر على الفنان المصري محمود حجازي السعادة بإتمام زفافه خلال عدة أيام قليلة من إعلان خطوبته. ففي شهر سبتمبر الجاري أعلن حجازي عن خطوبته ونشر صورة وهو ممسك بيد خطيبته، وحرص أثناء التصوير على عدم إظهار وجهها، وظهرت فقط وهي تحمل بوكي ورد في يدها، واكتفى بكتابة تعليق بحبك. عقد الفنان محمود حجازي قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رونا زروق بأحد المساجد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور عائلي بسيط شهد كتب كتاب محمود حجازي وزوجته عدد قليل من الأهل، وحضرت العروس بفستان أبيض بسيط وحجاب طويل مناسب للأجواء السعيدة الهادئة، حيث ارتدت العروس فستانا أبيض بسيط دونتيل، وارتدى حجازي بدلة باللون الرمادي فاتح. أما عن صور حفل الزفاف فقد ارتدى حجازي في حفل زفافه بدلة سوداء وقميص أبيض، وارتدت العروس فستانا أبيض بسيطا عاريا من الأكتاف ومنفوش من القدم. ونشر حجازي عبر صفحته الشخصية على تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام مجموعة صور من حفل زفافه، ووجه من خلالها رسالة إلى جمهوره قائلا: شكرا جدا لكل حد، بارك لي، ربنا يفرح قلبكم. تم هذا الزفاف بعد مرور عامين من انفصاله عن أسماء شريف منير، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في الانستغرام صور من عقد القران وعلق عليها قائلا: الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكي ويبارك لي فيكي يا رب. للإشارة أن الأمريكية رنا زروق هي زوجة محمود حجازي الجديدة، حيث ولدت في مدينة نيويورك عام 1992 وعاشت حياتها في أمريكا، حيث حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2014 من جامعة نيويورك سيتي، ونالت بعدها الدكتوراه في القانون عام 2018 من جامعة نيويورك لو. ووالدها هو الدكتور التونسي الأمريكي طارق زروق، حاصل على الدكتوراه في البيئة والجيولوجيا ويدرس في جامعة بروكلين كولدج. ووالدتها هي الدكتورة المصرية إيمي السيد، حصل على الجنسية الأمريكية، نالت الدكتوراه في الرياضيات وتعمل أستاذة في الجامعة.